احنا اليوم في تنظيم البطولة الجهوية اللي بدات في الاولى بالنسبه للجهه الدار بيضاء الصطات في كره السله اللي احتضنتها مدينه برشيد. هاد البطوله 48 للمؤسسات والمراكز الاجتماعيه التابعه للتعاون الوطني. كل عام كتنظم هاد البطوله، عندنا كننظموا بطوله اقليميه على صعيد الاقليم، وكيتاهلوا عندنا الفرق على صعيد الاقليم، وكيدوزوا البطوله الجهويه اللي كتكون الجهه كلها مشاركه في جميع لي ديسيبلين. كما كنشوفوا اليوم عندنا كره السله، الاسبوع المقبل ان شاء الله عندنا كره اليد وكره السله ذكور وكره القدم كتنظمها مولاي رشيد، ومن بعد عندنا سطات فيها السباق على الطريق اينات. كل اقليم كينظم واحد لي ديسيبلين او جوج لي ديسيبلين، كومسا كتكون الجهه كلها نظمات، ومن بعد كيتاهلوا الفرق اللي توجوا في البطوله الجهويه كيطلعوا للدومي فينال البطوله الوطنيه اللي كتنظمها الاداره المركزيه للتعاون الوطني والقسم الرياضي بالاداره المركزيه. ومن بعد ان شاء الله من بعد كيدوزوا للفينال اللي نفس الوقت كتنظمها الاداره المركزيه. وهذه البطوله هذه يعني هذه البطولات في جميع الانواع الرياضيه كتعطي نتائج، زعما كاين لا من ناحيه المستفيدين يعني كاين طاقات كاين مواهب. بالنسبه لهذه البطوله ان كنعرفوا حنايا لاميك، لاميك وهي عين الشق، لاميك عين الشق كانت في كره السله هي الرائد، وعطات مثلا حسين ياسير وهو لاعب دولي في كره السله ومدرب المنتخب المغربي واحترف في الأمريك في كرة السلة. عندنا الشيخ عبد الحق لاعب كرة السلة كان كيلعب مع الريجي طابا ولعب مع المنتخب الوطني، هادو أبناء المؤسسات الاجتماعية. وعندنا في كرة القدم كذلك عدد ديال اللعابة، وفي السباق على الطريق عدد ديال العدائين اللي كينتميو للمراكز الاجتماعية المؤسسات، والحمد لله وكيطعموا بهم الأندية الوطنية. كيكون صدا كيكون وفي اطار يعني هذه الاستراتيجيه ديالكم، واش تتحسوا بانه كاين تجاوب من طرف المستفيدين يعني هاد الناس اللي كيستافدوا من المراكز الاجتماعيه؟ بالنسبه للناس اللي كيستافدوا من المراكز الاجتماعيه، هي البطوله دارت لهم كتعارف بين المدن، لان كنعرفوا الفئات اللي كيدخلوا المؤسسات الرعايه الاجتماعيه وهي فئه هشه، والله يكون في العون الوالدين ديالهم بارفو ما كيقدوش يسافروا بهم لشي حاجه. الاداره المركزيه كتاخذ العاتق ديالها هذا الهاجس ديال هاد الوليدات باش كيمشيو من مدينه لمدينه، وكيكون واحد التعارف بين الاقاليم الاخرين، وكيكون واحد الصدى طيب بالنسبه للاقاليم اللي كينظموا فيهم.